ونتمنى ان شاء الله يكون لنا الفوز ان شاء الله، ونتمنى وجه التوفيق ان شاء الله للوقاره، نتمنى لنا وعندك جميع اللعابه ان شاء الله، وان شاء الله الى وجه الزيرو ان شاء الله. نتمنى المغرب منتخب الوطني يربح، ويعجبني التدريب ديال الوليد الركراكي وحكيمي وبونو، نتمنى يكون الفوز من النصيب ديالنا، وهذا ما نتمناه. في ختامه السي خالد، اولا نتمنوا الفوز للمنتخب ان شاء الله الرحمن الرحيم. التكهنات ديالنا والجميع هنا راه فرحان، وكلشي فاش التكهنات ديالنا راه حنا رابحين، وعندنا حظوظ وافره بحضور الجمهور اللي تبارك الله هادشي اللي كنشوفوا، الاصداء اللي كتوصلنا اصداء راه مشجعه ومفرحه، والضغط ديال الجمهور غيكون عنده واحد لامباك كبير. بالنسبه للغيابات، الغيابات كاين التعويضات ديالها، ما خايفينش من الركراكي تبارك الله عليه، راه ولد الطاكسي، والطاكسي تبارك الله ملي كان في الوداد راه هو من الطاكسي كبير، كان كون طاكسيزيان، ما يقدرش يخدمنا اليوم ان شاء الله الرحمن الرحيم، املنا فيه كبير من بعد الله تعالى وتبارك. الشوط الاول كان شويه نقص في الهجوم، كره ما كانتش كتخرج من ديفونس، لي ميليو ما كانوش كيعطيو لي سوليسيون. المهم نقدروا نديروا شي حاجه في الشوط الثاني ان شاء الله، ويقدر المدرب يغير في الخطه، يغير شي لاعبين ضروري، يدخل الحمد لله في الدوزيام ميطا ان شاء الله باش يدير شي حاجه، وان شاء الله ما يكون يال الخير ان شاء الله، وغادي ندوز ماتش زوين ان شاء الله، وتيقن في اللعابه، تيقن في الطاقم التقني وكل شيء، ان شاء الله يديروا شي حاجه ان شاء الله، خصها يصلحوا شي اخطاء ان شاء الله، ويكون خير ان شاء الله. التغييرات اللي دار يعني المدرب يعني تغيير سمح لها، وعطاتنا يعني قوه باش نجيبوا هذه النقطه هذه، والله يعطينا الربح ان شاء الله في ماتشات الجايه. الحمد لله يعني على هذه المباراه اللي قدم المنتخب المغربي، اللي هي ما كانتش مباراه سهله علينا، خصوصا انك تلعب ضد منتخب محنك اللي هو المنتخب الكرواتي، اللي لعب مباراه نهائيه في كاس العالم اللي فات، والحمد لله هذه واحد الابتسامه جيده، ونتمناو من الله يعني في المباراه الثانيه امام الفريق البلجيكي يعني يقدموا لنا نفس الاداء، حنا ما كنطلبوش منهم يعني شي حاجه اللي فوق الطاقه ديالهم، والحمد لله يشرفوا غير الكره المغربيه.